هي شابة عربية مسلمة تزوجت من رجل لا تعرفه من قبل، كان يعمل بألمانيا الغربية، وطلب من أبيها أن تعيش معه ووافقت هي على ذلك. وبعد أن تم الزواج ذهبت معه إلى ألمانيا، وخلال حياتها معه اكتشفت أنه لا يصلي ولا يصوم، بل كان يرغمها على طبخ طعام له في نهار رمضان، إضافة إلى ارتكابه بعض المنكرات الأخرى. وقد حاولت إصلاح شأنه ولكن دون فائدة، مما جعلها تطلب منه الطلاق، وفعلا حصل لها ذلك. فتقول: هل هي على حق في طلبها الطلاق من هذا الزوج؟ لذلكم السبب. ثم إنها تقول إنها رجعت بعد ذلك إلى بلجيكا مع بعض جيرانها سابقا، وهي تعمل هناك بسبب الإنفاق على نفسها وعلى والدها الفقير الحال، وهي تعيش بمفردها مع عائلة من هناك، ولكنها تعيش معهم في المنزل فقط، أما أكلها ونومها فمنفردة، وهم منحوها الحرية في ممارسة ما يأمرها به الدين من صلاة وصيام وغيرها. ولكنها تسأل: هل بقاؤها بمفردها مع هذه العائلة فيه مخالفة للدين؟ وكذلك الصلوات، تقول إنها لا تصلي إلا بعد عودتها من العمل، تصلي جميع الصلوات لكون مكان العمل غير صالح لأداء الصلوات فيه لعدة اعتبارات. فما الحكم في هذا؟ أولا نشكرك أيها السائلة على تمسكك بالدين وحرصك على التزام شعائره. وأما ما سألت عنه من إراقك للزوج لما رأيت منه عدم تمسكه بالدين وأنه لا يصلي ولا يصوم، فهذا هو الواجب عليك، ولا يجوز لك البقاء معه على هذه الحال، لأن من ترك الصلاة متعمدا إنه كافر، لا تبقى معه المسلمة في عصمته. فأحسنت كل الإحسان في مفارقتك لهذا الزوج السيء وفرارك بدينك عنه. وأما ما سألت عنه من ذهابك إلى ألمانيا بمفردك وسكونك مع عائلة أجنبية منك، هذا شيء لا يجوز. أولا سفر المرأة بغير محرم هذا لا يجوز، وثانيا سكنها مع عائلة أجنبية منها ومع أناس أجانب ليسوا محارم لها هذا حرام على المسلمة. فالذي أنصحك به أن تعودي إلى بلدك، أو أن تستصحبي الوالد معك إذا أردت السفر إلى بلجيكا أو غيرها. أما أن تسافري وحدك وتسكني وحدك أو مع عائلة أجنبية منك، فهذا شيء لا يكره الإسلام ولا يرضى به الله سبحانه وتعالى، لأن المرأة عورة ولا يجوز لها أن تسافر بدون محرم أو أن تسكن مع عائلة فيها رجال غير محارم لها، لأن ذلك يعرضها للفتنة ويعرض غيرها للفتان بها. والله أعلم. جزاكم الله خيرا.